بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله طيبين. انا جايبت لكم اليوم تشيز كيك، والله جدا مميز، جدا لذيذ طعمه، يعني من ألذ التشيز كيكات اللي عملتهم. طعمه مره لذيذ وخفيف، وكأنه بين الكريم كراميل وبين التشيز كيك، يعني طعمه، وبعدين شكله مره حلو. والتوبنج عملناه في البيت، يعني ما جبت علبه جاهزه عشان يصير اطعم. بعد دائما الفواكه الحين متوفرة في الصيف ما شاء الله، وأفضل، بس يعني أكيد لو ما في ممكن نحط علبة باي فيلنج جاهزة، ما في مشكلة، اللي موجود في السوق. هذا هي لما قطعناها، طبعا هي لازم ترتاح كم ساعة في الثلاجة، أسهل في التقطيع والطعم يطلع أحلى. بعد مقاديرها سهلة وبسيطة، وعملها بعد سريع، يعني كله على بعضه ما يبغى له شيء. هذا هي المقادير: بيض وكريمة، وهذا توت، و ريد كورانت، يسمونه ريد كورانت بس ما أعرف بالعربي. هناك بسكوت، كوبين بسكوت مع 150 جرام زبدة، حطيناها في قاع الصينية ولبسناها قصدير ألمنيوم فويل من برا. الحين هنا الجبنة الكريمية، أي نوع بدون ملح طبعا، 600 جرام نحطها ونخلطها مع السكر، لما بالتدريج، لما السكر تقريبا يذوب. طبعا هو ما راح يذوب الحين في هالمرحلة تمام، بس نخلطه تمام لما تقريبا يذوب. بعد كل مدة نوقف الخلاط وننزل الجوانب عشان نتأكد انه كلها تذوب وتنخلط. بعدين نحط البيض بالتدريج، بيضة بيضة. نحط الفانيلا، انا حطيت ترى كيسين فانيلا. بعدين نحط النشا، وفي الوصفة فيها عصير ليمون، نص عصير ليمونة، عصير ليمونة كبيرة يعني مو صغيرة، يعني حوالي ربع كوب. بعدين بعد ما نحط الليمون نحط الكريمة، كريمة الخفق علبتين، كل علبة 200 جرام، نصبهم في القالب. القالب مثل ما قلت لكم لابسينه من برا ألمنيوم فويل، نحطه في الصينية حقت الفرن ونحط حوالينه موية، عشان كده لبسناه من برا بالألمنيوم عشان ما تتخلى الموية جوا. نخليه في الفرن، فرن وسط، يقعد حوالي 45 دقيقة حسب انتو شوفوا، يمكن يستوي بسرعة اذا مسكتوه من الجامد، السوى خلاص يمكن ياخذ 50 دقيقة. الحين نخلط الريد كورنت اللي هو هذا الصغير الاحمر بالخلاط مع كوب موية، ونصفيه بالمصفاية عشان نتخلص من كل البزر. شايفين؟ نحطه في وعاء، نحط له السكر ونحط له النشا، هذا السكر والنشا، نقلبه على النار لما يسمك تمام. طبعا المقادير كلها ححطها لكم في صندوق الوصف، انتوا الحين تابعوا الطريقة وكله موجود. هذا النشا ذوبناه مع شوية موية ونحطه، نقلبه على النار لما يسمك، نحسه انه صار سميك، اسمك من المحلبية العادية، عشان بعدين يصير سهل في التقطيع، ما نبغى يصير لما نجي نقطعه يصير سايح وطايح. هذا هو بعد ما جمد، نحط له الحين التوت، نقلبه. طبعا التوت بسرعة يتكسر، ما في مشكلة، حيتكسر، حيبقى منه كم حبة بس صحيحة، ما يتحمل طبخ كثير. الحين نحط له ملعقتين زبدة، 30 جرام زبدة. الزبدة تعطيه لمعان، تزيد طعمه وتخليه متماسك أكثر وقت التقطيع، مهمة يعني. نصبه عليه، ندخله الثلاجة، لو ليلة أفضل، لو كم ساعة معلش، يبرد تمام ويتقدم. ألف عافية يا ربي، لا تنسون عد اللايك والشير والسبسكرايب. مرة بصراحة شكله حلو وطعمه أحلى بعد، إن شاء الله كل يوم في أشياء حلوة، بس أنتوا تابعوني وإن شاء الله تلاقون الأشياء الجديدة والأشياء